صاحب الرسالة يسأل عن النصاب من قيمة ذلك الحمام جزاكم الله خيرا. كم هو النصاب؟ أقل نصاب من نقود تجب فيه الزكاة معتبر بالريال الفضي. الريال السعودي من الفضة نصابه 56 ريالا أو ما يعادل صرفها من النقود الورقية. فإذا كان لديك ما يعادل صرف 56 ريالا من الفضة بالريال السعودي أنا فأزيد من ذلك وجب فيه ربع العشر. بارك الله فيكم. 56 ريال من الريالات الفضة السعودية كم تعادل بالورقة اليوم شيخ صالح لو ذكرت؟ هذا يختلف اختلاف السعر. طيب سعر النقود الفضة عند الصيارفة عليه أن يسأل الصيارفة كم يساوي ريال الفضة السعودي من الورق النقدي وهم يخبرونه بذلك. بمعنى أنه لو وجد أن سعر ريال الفضة 8 ريالات مثلا فعليه إذا اجتمع 400 أو 450 ريال عليه أن يزكيها والحال ما ذكر من الريالات الورقية. أقل مقدر إذا بلغ عنده ما يعادل نصاب ما يعادل صرف 56 ريال فضة ما يعادل صرف 56 ريال فضة طيب لا 8 ريالات بل 56 ريال فضة ما يعادلها من الورق فيه الزكاة وما دونها لا ليس فيه الزكاة.